قدم الممثل السوري تيم حسن واجب العزاء بالمخرج الراحل المبدع حاتم علي الذي توفي بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء إثر أزمة قلبية. وفي خطوة لافتة ردت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على زوجها الذي نعى صديق عمره ووضعت حداً لكل الشائعات والتداعيات التي قالت إنها انفصلت عنه. لكن تيم فاجأ جمهوره حين تجاهل كلام زوجته ولم يقم بأي تصرف تجاه تغريدة وفاء ولم يقم بريتويت أو لايك وأثار جدلاً جديداً حول حقيقة طلاقهما. ومع الدعوات الكثيرة من جانب الجمهور للراحل حاتم علي بأن يتغمده الله في جنانه وأن يلهم زملائه وأهله وأبنائه الصبر والقوة على وفاته المفاجئة، ذهبت العديد من التعليقات في اتجاه آخر وسط تساؤلات من جانب البعض عن طبيعة علاقة حسن والكيلاني في ظل أنباء خرجت في الآونة الأخيرة تشير إلى أنهما قد انفصلا. ورغم أن هناك مصادر مقربة من الثنائي قد خرجت مؤخراً لتنفي هذه الشائعات جملة وتفصيلة، لكن ما زال هناك العديد من المتابعين الذين يصرون على التحدث عنها، فضلاً عن أن النجم السوري وزوجته قد نفيا هذه الأنباء بطريقة غير مباشرة أكثر من مرة. فخلال الأيام القليلة الماضية تفاعلت وفاء الكيلاني مع منشورات وصور لتيم حسن التي ينشرها عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل، وهو نفس الأمر الذي قام به النجم السوري، وهو ما أكده محبو الثنائي بأنه في حال كان قد حصل خلاف بينهما لما رأينا هذا التفاعل. ولمن لا يعلم بأن تيم يمر بفترة صعبة في الوقت الحالي جراء خسارة حاتم علي الذي كان له الفضل الكبير في شهرة تيم ونجاحه، وبالتالي تيم غائب عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ نعي الراحل حاتم علي، كما أن وضع علامة الإعجاب ليست دليلاً على انتهاء زواج أي ثنائي. يذكر أن بداية الحديث عن انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني كانت بداية شهر ديسمبر كانون الأول الجاري، عندما فاجأ الصحفي اللبناني المثير للجدل إلي باسيل الجمهور بنشره أنباء حول هذا الموضوع.